معايا وحلقه جديده من عيش وملح. معاكم توته مراد، وان شاء الله هنعمل وصفات النهارده سهله سريعه وبسيطه. طبعا بشكر كل الناس على الاحتفالات الرهيبه بمناسبه الاعلان عن الحلقه الجايه ان شاء الله يوم الخميس والجمعه مع استاذه منى الشاذلي، فهتبقى حلقه ضمه كل شيفات سفره الحلوين، في بقى اغاني وهتلاقوا بصوا مواهب تانية كتير هتلاقوها ان شاء الله في الحلقه يوم الخميس والجمعه الساعه 9، فاستنى تتفرجوا عليها. طبعا بشكر كل الناس اللي شاركت البوست وعامله احتفال، فان شاء الله الحلقه تعجبكم وتشوفوا بقى المواهب التانيه غير الطبخ ليا ولكل حبايبي الكبار الموجودين هنا، وان شاء الله الحلقه باذن الله تنول اعجابكم. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا عارفه ان انتوا بتحبوا قوي البلبطه في العجين والوصفات اللي بيكون فيها عجين تطلع حلوه جدا وبتبقى سهله كده وسلسه، وهنعمل عجينه مضمونه قوي تقدري تعملي بيها اي معجنات تيجي في بالك، تشكيله معينه، حشوه معينه، حلو وحادق، يعني تمشي كده وتمشي كده. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هعمل مخبوزات باللحمه المفرومه، هي ممكن نقول بنت عم الحواوشي الاسكندراني، بس هي يعني التشكيله بتاعتها مختلفه شويه. معايا 4 كوبايات من الدقيق، تمام، دقيق مخبوزات اللي هو دقيق الفينو او دقيق متعدد الاستخدامات، دي او دي هيمشي حالها جدا معايا. معايا 1/4 كوباية زيت، معلقه كبيره زبده، رشه من الملح، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره من السكر، كوبايه ميه دافيه، وعلبه زبادي. علبه زبادي بيكون وزنها 105 جرام، ولو انت جايبه زبادي بلدي هيبقى هاخد منها 4 معالق كبيره، تمام كده. دي مقادير العجينه. طب مقادير الحشوه، انا عندي لحمه معصجه بفلفل الوان، ممكن ببصل، ممكن بواقي لحمه عندك تدخليها في الحشوه دي براحتك خالص اللي موجود. معايا زيتون اخضر مفروم بيدي طعم حلو جدا جوه العجين، يعني بيبقى طعمه حلو، ممكن احط زيتون اسود، ممكن احط فلفل مخلل او خيار مخلل كمان هتبقى لطيفه قوي. معايا جبنه تشيدر مبشوره اصفر، ممكن تستخدمي احمر، ممكن تستخدمي جبنه موتزاريلا، يعني براحتك نوع الجبنه ده بتاعك انت. طيب للوش بقى ادهنها ايه؟ انا مش عايزه المخبوزات بتاعتي يبقى فيها لمعه، يبقى ادهنها بحاجتين، يا اما ادهنها بحليب يا اما ادهنها بزبادي، ممكن كمان ادهنها بميه، لكن لو عايزه ليها لمعه يبقى صفار بيضه مع شويه خل صغيرين، رشه قهوه سريعه الذوبان، شويه ميه دافيه، ورشه فانيليا كمان بتبقى حلوه حتى في الحادق، واكمل بيها دهن الوش بتاع المخبوزات بتاعتي وتبقى زي الفل. تعالوا بقى نشوف العجينه هنعمل فيها ايه. بصوا عجينه النهارده ممكن نقول عليها عجينه نسميها العجينه القطنيه، العجينه الهشه، العجينه متعدد الاستخدامات. ليه؟ المقادير دي تقدري تعملي بيها مناقيش، تقدري تعملي بيها سنابون، تقدري تعملي بيها فطاير اللي هي بتبقى زي منقوشه الزعتر واللحمه والحاجات الحلوه دي، ممكن تعملي بيها خليه نحل، يعني من الاخر هتفتح لك مليون وصفه ومليون طريقه تجربي بيها اي مخبوزات تيجي في بالك. في ناس كده بتبقى غاويه العجين، فلو جربوا بقى العجينه دي هتحسي لا ده الموضوع طلع سهل، عجينه مضمونه هشه جدا جدا زي القطنه. تعالوا بقى نشوف هنعمل. طيب انا معايا 4 كوبايات من الدقيق. يا مريوم، الو يا شيخ، عامله ايه؟ ازيك يا مريم، عامله ايه يا قمر؟ تمام الحمد لله يا رب دايما على طول. انا بحبك قوي قوي يعني. وانا بحبك قوي قوي قوي، انا ثلاثة قوي. عاوزه اعرف طريقه الرز بلبن بالكريم شانتيه. يا سلام عيوني، حالا بس جربيه وقولي لي بقى، هستنى منك مكالمه تانية. نورتيني يا قمر. طريقه التورته السبونج يعني كيكه التورته، فانيليا ولا شوكولاته؟ شوكولاته. عيني يا سلام، انت تأمري، عيوني ليك يا جميله. طيب بصوا احنا سالنا السؤال الاولاني كان ايه؟ واحد ايه نسي، لحقت نسيت كان ايه. طيب انا فاكره التورته اللي قبليه بقى كان ايه، قولوا لي. انا حطيت هنا ايه في البوله بتاعت العجان، حطيت الدقيق، المواد الجافه كلها، دقيق، سكر، خميره، ملح، ويفضل ان انتم لما تيجوا تحطوا الملح ما تحطوش فوق الخميره على طول، يعني هناخد كده ايه كام سنتي وابتدي احط الخميره عشان ما يجيش الخميره على الملح فتقلل شويه المفعول بتاعها. انا قلبتهم بالمعلقه، مش محتاجه ان انا انزل العجان اهو. الرز بلبن افتكرت، شوفوا انا افتكرت اهو، رز بلبن بالكريم شانتيه، نقول ان شاء الله احنا شغالين مع بعض. طيب بنزل بعد كده بالزيت، اي نوع زيت موجود، زيت زيتون، زيت ذره، زيت عباد، اي زيت، والزبادي، فشيل الميه بتاعت الزبادي دي، في ناس بتحطها بس انا مش عايزه احطها النهارده. ادي الزبادي، علبه من الزبادي. الزبده بقى ما بحطهاش دلوقتي، ليه؟ بحطها في الاخر خالص، بتدي فرق جدا في العجين. يا رانيا، الو، ازيك يا قمر؟ الحمد لله. عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله.
يا رب دايما. قولي لي عندك اي سؤال؟ عايزه اعرف طريقه الكيكه بالشوكولاته. كيكه بالشوكولاته؟ يا سلام بس كده، عينيا ليكي. عيوني هقول لك كيكه الشوكولاته. حاضر. طيب تعالوا نشيل كده، نروق مكاننا على طول ونجيب ايه؟ نجيب كده منديل ونشوف هنعمل ايه. طيب انا حطيت دقيق، كل المواد الجافه اللي قلنا عليها، واحاول برضو استاذنهم في الكنترول في اخر الحلقه، انا هعرض المقادير مره تانية عشان تلحقوا تصوروها. العجينه دي بجد لو جربتوها هتعتمدوها في اي مخبوزات انتوا حابين تعملوها. طيب انا حطيت الزبادي. الزبادي دي عندي يعتبر ماده شويه طريه، فهتخلي نسبه الميه قليله. يعني انا مثلا لو مش حاطه الزبادي، 4 كوبايات من الدقيق دول ياخدوا كوبايه ميه، ممكن ياخدوا كوبايه وربع او كوبايه الا ربع، ده بيختلف على حسب ايه؟ بيختلف على حسب نوع الدقيق المستخدم. عشان كده دايما بعدها لكم مليون مره، هعمل معجنات انا اللي متحكمه في نسبه الميه، مش يعني ما اجيش مثلا احط الميه كلها واحتاج احس العجينه سيلت قوي، فانا محتاجه دقيق، فنسبه الدقيق هتتغير مع باقي المكونات اللي هي الماده الدهنيه والخميره والسكر، فحس العجينه بعد كده ناشفه. عشان كده انا حطيت زبادي، فالعجين قدامي هيبتدي يعني مش يرمل بس هيبتدي يمسك في بعضه كده. هوريكم. بصوا اللي انا بتكلم فيه اهو، ابتدى ايه؟ يمسك في بعضه شويه، فانا محتاجه ان انا ازود اهو. بصوا شايفين الفكره؟ يعني شايفين في تكتلات ازاي؟ هو ده اللي انا اقصده، ده من ايه؟ من الزبادي. فانا ما ينفعش احط زبادي واروح حاطه الميه مره واحده، طالما حطيت زبادي لازم اراعي نسبه الميه، هعجن بلبن رايب، هعجن بميه، هعجن بالميه اللي بتخرج من اللي هي بتبقى موجوده مع الجبنه، ممكن برده اعجن بيها. فبالتالي انا اللي متحكمه في نسبه الميه، هعمل ايه؟ شويه واعجن كويس جدا اهو. طبعا طبعا انا من هواه جدا ان انا اعجن بايدي، فشال وقت. لو انا هعجن في العجان هياخد 5 دقايق، لو انا هعجن بايدي هياخد 10 دقايق، بس بتحسوا بملمس العجين، هل محتاجه شويه زيت؟ هل لا محتاجه شويه مثلا دقيق زياده، رشه بسيطه؟ يعني المقدار ده انا اقدر ازود عليه لحد ربع كوبايه دقيق، مش اكتر من كده. ما اجيش انا احط مثلا العجينه احط ميه كتير، يعني انا عندي كوبايه الميه اهي، بس شوف حطيت قد ايه؟ ما كملتش، يعني يا دوبك هنقول مثلا ربع كوبايه، عشان ما اجيش ازود دقيق، فتدريجيا كده بعينينا نزود. والله بقى نوع الدقيق، خدت علبه الزبادي وخدت كوبايه الميه ولسه محتاج هديله، خلاص ما انا العجينه قدامي ما بتلمش، فلازم ساعتها ازود ميه، بس بعيني اشوف الاول الدنيا رايحه لفين. واحده واحده، طبعا كل ما الميه كانت دافيه كل ما كان ان العجينه تختمر بسرعه، يعني هلاقي مثلا ان ايه الميه البارده مش هتموت العجينه، الميه السخنه هي اللي تموت الخميره مش العجينه. فبالتالي انا ممكن اعجن بميه ساقعه وهدخلها بقى تخمر تخمير بطيء في الثلاجه. عايز اقول لكم عجينه البيتزا لما بتتخمر 12 ساعه في الثلاجه تبقى احلى من احلى مره انتوا اكلتوها، لكن انا هنا هشتغل على طول. طبعا عندي عجينه بالفعل خمرانه، فانا بشتغل بميه دافيه عشان اسرع الموضوع. شوفوا انتوا قاعدين جوه البول اهو، تدريجيا واحده واحده بتبتدي تلم معايا اهي. اعرف منين ان عجينتي مظبوطه؟ بمعنى ان انا اقول لا خلاص كده انا العجينه بتاعتي زي الفل، وانا مطمنه انها هتطلع ان شاء الله نتيجتها روعه. اولا العجينه تسيب البوله، يعني الاقي العجينه ماسكه في السلاح ذات نفسه وبتتعجن، مش الاقيها رايحه جايه رايحه جايه، او الاقي ان في شويه عجين موجودين هنا، لا يبقى العجينه دي مش مظبوطه. اساعد ازاي؟ مده العجن، او اديها رش دي بسيطه اللي هي ربع كوبايه اللي قلت لكم عليها. طيب انا محتاجه هنا شويه ميه كمان. يا استاذه فاطمه ازيك؟ فطوم بقى احنا صغننين خالص. عايزه اعرف طريقه المكرونه بشاميل. يا سلام، من عندي قبل العندي. عيوني يا فطومه. طيب خليكم مركزين معايا يا حبايبي في كنترول. عندنا كده الرز بلبن، كيكه الشوكولاته، المكرونه بالبشاميل. ماشي اهو. خدت قد ايه بقى؟ خدت الكوبايه اهي. شايفين العجينه ازاي ابتدت تسيب حروف العجان، ابتدت تسيب البوله، بتتعجن بقى على مهلها. في المرحله دي انا هعمل ايه؟ ههدي السرعه. خدوا بالكم عموما اي عجينه في الدنيا العجنه على سرعه 1 أو 2 بالكتير، يعني انا عندي مثلا هنا لحد سرعه في الماكسيموم طبعا اللي هو اقصى حاجه حوالي 8 وفي 7،
7 والارقام العاليه دي في الحاجات اللي بتتخفق. يعني لو هعمل مثلا كريمه زبده، كريم شانتيه، هعمل عجينه بيتي فور مثلا، ممكن اعلي السرعه عشان يهيش البيض مع الزبده، لكن عجين واحد او اتنين بالكتير جدا، ما ينفعش افضل مشغلاها، ده خطر حتى على الموتور. يعني سيبكم من الوصفه اهي، انا هسيبها بقى هنا كده تعيش في سلام دلوقتي. طب يلا بينا. ماشي. انا مش حاجه عندي تانيه هعملها غير ان انا هبتدي اشكل العجينه ونعمل الحشو مع بعض على ايدينا. ناخد فاصل سريع ونرجع لكم من تاني التنوين. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم ولسه شغاله، ما فصلتش العجانه تماما. طيب في المرحله بس هوريكم بس شكل العجينه عامله ازاي. بصوا شايفين المطه الخطيره بتاعتها في المرحله دي، طالما لمت عندي وبصوا طريه ازاي، ما بتلزقش في الايد وطريه طراوه مش طبيعيه. هروح حاطه بقى معلقه الزبده في الاخر اهي، شايفين حطيتها هنا كده، واروح مديها عجنه كمان لمده مثلا دقيقتين مش اكتر من كده. حطيت الزبده اهو، ننزل بقى نسيبها بقى ايه الزبده تدخل جوه العجينه. طب تعالوا نشوف العجينه اللي احنا مخمرينها بالفعل. طبعا عايزه اقول لكم العجينه دي عماله تكبر تكبر تكبر، مش عارفه هتروح فين بعد كده. العجينه ما شاء الله كميه هواء داخله العجينه هتخلي العجينه لما تيجي تفرديها ما تقطعش منك، دي نقطه. ما تلاقيهاش بتلم، لان دي بتزهق جدا. لما جينا نشتغل في عجينه كل ما افردها تلم، دي في اي معجنات، يبقى العجينه دي حاجه من الاثنين، يا ما خدتش وقت تخمير مظبوط يا ما اتعجنتش مده طويله. لازم عشان العجينه اطمن انها مظبوطه اجي اشد العجينه كده من بعض الاقيها بتمط، ما الاقيش ان انا مجرد ما شديت اتقطعت. يعني على الرغم ان دي لسه قدامها شويه عجن كمان ولسه ما ارتحتش، لكن لما جيت شدتها بتتمط معايا مظبوط جدا. فعجن كويس، تخمير مظبوط، تطلعي احلى نتيجه ان شاء الله. طيب ادي العجينه اللي هي ايه بقى لها شويه، دي مثلا بقى لها قد ايه احنا عاملينها؟ حوالي ساعه وشويه. طبعا هي العجينه اهو شايفه، بصوا هتطلع من هنا اهي، بس الجو طبعا حر دلوقتي، فانا يا دوبك نص ساعه الاقي العجينه خمرت معايا. طب لو سبتها مده طويله ايه المشكله؟ هتلاقي الخميره عملت ريحه مش لطيفه، يعني الا لو انت بقى هتخمريها تخمير بطيء في الثلاجه، مش هيجرى لها اي حاجه طالما الجو حواليها برد. يعني ممكن اسيبها 12 ساعه لكن في درجه حراره منخفضه، هتفضل معايا زي الفل. بخرجها من الثلاجه بسيبها بس تاخد درجه حراره الجو حواليا وابتدي اشتغل فيها على طول، لكن ما تسيبهاش مده طويله هتعمل ريحه، ريحه الخميره هتبقى نفاذه فيها. تعالوا بقى ايه نلحق الاستاذه دي قبل ما ايه تملى علينا المكان. نشيل بس الاسترتش، ناخد جزء مثلا من العجينه، طب افضي كل الهواء ده. يعني لو جيت انا مثلا اهو نعمل كده، هاخد نص مثلا المقدار. بصوا المطه اللي انا بتكلم فيها، خلي دي كده انا عندي دلوقتي. بصوا العجينه زي القطنه، بصوا المطه شايفين. فانا عايزه النتيجه دي لما اجي اشتغل احس ان العجينه قدامي عامله زي ما بنقول ايه، زي الملبن كده، انا عايزاها زي الملبن عشان تريحني وانا بشتغل. طيب على الرغم ان انا مش رشه دي لكن مش بتلزق، يعني هي طريه جدا لكن مش بتلزق. طب تعالوا نقسمها بقى، بفردها كده. كل مرحله من مراحل التقطيع والتشكيل بتحتاج ان انا اريح العجينه. شوفوا العجان صوته مش مسموع ليه، على الهادي انا سايباه براحته. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. يا استاذه منى بيكي يا شيف توتة، ازاي زي حضرتك، اخبارك ايه؟ صحتك عامله ايه؟ بلعب في العجينه اهو. ما شاء الله انا شايفاها جميله، يعني جميله بصراحه كده، تتاكل بصراحه كده وهي لسه قبل ما تتعمل. انا عزه قوي اللعب بالعجين والله. كل سنه وانتم طيبين. يا رب وحضرتك وكل طيبه. كل سنه وسي بي سي سفره بخير، وكل العاملين والقائمين عليها بصراحه عمالقه. حبيبه قلبي ده بفضل يعني دعمكم والله. كلنا متشوقين على فكره للبرنامج نشوف. والله انا شوفي انا مش طالعه في الحلقه بس جايبه بقى الفشار والشوكولاته وكل حاجه عشان اقعد خميس وجمعه ما اتحركش قدام التلفزيون. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم يا رب. تسلم ايديك يا شيف. يا رب يخليك. دايما كده يا رب منورين، وكل سنه وانتم طيبين، ودايما كده من نجاح لنجاح كلكم. يا رب وانتم معانا دايما ما تغيبوش ابدا. تنويها عن اللقاء بتاعكم بتاع يوم الخميس ده تحفه 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 ما شاء الله. شفتيني وانا بغني ولا ما شفتنيش؟ لا ما جاتش انا لا. يعني حضرتك اتفرجي بقى ده في مواهب باذن الله ان شاء الله نسمعك بقى ان شاء الله. هتلاقوا موهبه كلنا طبعا منتظرين اللقاء ده. ربنا يكرمك.
حلقه بصراحه كلكم ربنا يكرمك ممتازين حبيبتي يا كلكم بحبكم يا حبيبتي وقدمتوا فقرات متنوعه وجميله يعني تناسب كل الاذواق ربنا يكرمك ودايما على حسن ظنكم كل سنه وانتم طيبين سفره دايما يا رب في التقدم والنجاح وفي صداره البرامج كلها يا رب يا رب بيكم وبدعمكم وبكلامكم الحلو احنا كلنا هنا موجودين ليكم انتوا سواء انا او اللي ورا الكاميرات في الكنترول كل القائمين على القناه بيتعبوا عشان يطلعوا لكم صوره تليق بالمشاهدين بتوع سي بي تي صبر فيعني نورتونا ان شاء الله الحلقه تعجبكم انا مستنيه الحلقه زيكم والله. عملنا ايه؟ جبت العجينه ابتديت اشكلها. طيب معلومه مهمه قوي، انا دلوقتي فضيت الهواء من العجينه وابتديت ان انا اقسمها يعني اشتغلت بيها، لازم لو انا بقى عاملاها في البيت هغطي الكور دي واسيبها ترتاح 10 دقايق. ليه؟ عشان لما اجي افردها ما تقطعش معايا. فيفضل كل خطوه اديها حقها عشان هي تديكي النتيجه اللي انت عايزاها. فانا عملت ايه؟ بصوا انا قسمت القطع وطبعا الحجم براحتكم، المقدار ده بيعمل كميه كويسه، بيعمل مثلا حوالي يعني من 20 من 18 ل 20 قطعه اللي هم 4 كوبايات دقيق. فتقدري تقسميهم اصغر من كده، تقدري تقسميهم اكبر من كده، تقدري تعملي فطيره لفرد تعمليها كبيره شويه، هيبقى الموضوع عندي ماشي تمام التمام. طب انا هبتدي باول واحده انا قطعتها اللي هي دي. تمام؟ بصوا والله ما محتاجه رش دقيق. اهو بعمل كده بايدي. لو حسيتي ان هي بتلزق عندك في الكاونتر عادي جدا اديها رشه دقيق، مش هتعمل حاجه يعني مش هتاثر على العجينه في طراوتها. بصوا مش محتاجه النشابه، حتى انا حاطه النشابه هنا مش محتاجاها. برفعها بس كده. بعملها زي شكل يعني هنقول ولا هي مدوره ولا هي مربعه، بنعمل الحشو شكله العجينه شكلها كده. طب الحشوه بتاعتي بقى عباره عن ايه؟ اي بواقي تيجي قدامك في التلاجة حطيها. انا بس اعتمدي العجينه دي والحشو بعد كده بتاعك انت. انا هعملها حشو ايه؟ شويه لحمه معصجه بفلفل الوان بتبقى حلوه جدا، مع شويه زعتر ماشي براحتك خالص، وشويه جبنه اهي، وبقى التكه ايه؟ شويه زيتون اخضر بيبقى حلو جدا جدا معاها. شايفين الشكل؟ وبعمل ايه بعد كده؟ بروح لما كده شايفين؟ بقفلها كده، بقت عامله زي العيش، بقى زي الفينو، وبضغط كده بقفل، بس اقفله كويس قوي عشان الجبنه. تمام؟ واروح واخداها كده وظابطه الشكل من هنا. اضغط كده. بصوا بقى الجمال، سهله جدا، ما عملناش اي حاجه صعبه. واروح واخداها هدهن بس الصاج شويه زيت. مش محتاجه ولا ورق زبده ولا اي حاجه من الكلام ده، شويه زيت بسيط قوي. وادهن زيت كده اهو، حاجه بسيطه خالص، معلقه مثلا صغيره. واروح واخده الفطيره بتاعتي حطها هنا واظبط الشكل، اعمل لها بوزه كده صغننه وسكينه. تمام؟ سكينه عاديه خالص. هروح عامله فتحات كده، ما بوصلش للاخر، انا مش عايزه اقطع العجينه يعني مش عايزه اوصل لجوه قوي، انا بس يا دوبك بعمل كده. شايفين الفكره؟ واروح دهنها ايه بقى؟ شوية حليب. ليه؟ عشان انا مش عايزاها بتلمع. شوية حليب صغيرين خالص. الحليب ده بقى بيديني لون حلو قوي قوي. ممكن احط زبادي، ممكن احط كريمة كمان لو عندي شوية كريمة احطها، وسمسم، وبس كده. طيب انا ممكن نقول كيكة الشوكولاتة. طيب نشوف العجينة كمان. بصوا بقى هوريكم عشان ايه ما تتشتتوش معايا. دي الفطاير اهي بنفس الفكره، نفس الطريقه بالظبط، بس دي خمرت. انا ما ينفعش ادخلها كده على طول، لازم اسيبها برده تريح شويه، 10 دقائق ربع ساعه اغطيها بفوطه، خليها في مكان ضلمه مثلا جوه الفرن واسويها. فانا هدخل دي ونكمل مع بعض كام واحده كده من دي عشان ايه يبقى عندنا 2 صاج. التسويه ان شاء الله تلحق كمان تخرج معاكم. فرن سخن على 180 شغال من تحت فقط، ممكن اخر 5 دقايق اشغل بس الشوايه عشان اساعد ان اللون يتحمر، بس مش اكتر من كده. تعالوا نقول كيكه الشوكولاته ونعمل كمان واحده من الفطير قبل ما ناخد الفاصل. اوريكم العجينه كمان. طيب عندي ايه؟ ادي قطعه الفطيره اهي، العجينه بفردها كده، وانا بفردها بقى اقول لكم كيكه الشوكولاته من طريقه الفرد، انتوا شفتوا القطعه اللي قبلها معايا. هجيب الخلاط هحط ايه؟
نص كوبايه زيت، نص كوبايه حليب، نص كوبايه سكر، عدد 2 بيضه، شويه من الفانيليا، ورشه من قهوه سريعه الذوبان، بتعلي طعم الشوكولاته جدا في اي كيكه شوكولاته. هضربهم كويس لمده 5 دقائق. هبتدي اجيب بعد كده بوله كبيره فيها كوبايه وربع من الدقيق، ربع كوبايه من الكاكاو الخام، معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه من الملح، وابتدي ان انا اقلبهم كويس جدا. انزل باللي في الخلاط على النواشف، هقلبهم كويس قوي، احطها في فورمه 22 او قالب الانجليش كيك اللي هو الحجم ده. ده مثلا نقول قد ايه مكتوب، مش مكتوب القصه يعني، ممكن مثلا نقول 23 الحجم بتاعه. هحط فيه رشه دقيق، شويه زيت، وابتدي اصب الخليط، ادخلها فرن سخن على 180 لمده 35 دقيقه، وهتاكلي احلى كيكه شوكولاته. اهي يبقى جاوبنا كده على كيكه الشوكولاته. فاضل الرز بلبن، حط بس الحشوه دي تطلع مقلبزه شويه. معايا تلت كوبايه رز مسلوق، معايا لتر من الحليب، هبتدي اجيب الحليب احطه على النار بعد ما الرز يكون اتسلق، وابتدي ان انا اديهم غلوه مع بعض. بعد كده بحط نص كوبايه سكر، معلقتين كبار من القشطه، كيس من الكريم شانتيه، واقلب كويس قوي لحد ما يبتدي يتقل معايا. هجيب بقى ربع كوبايه ميه، عليها معلقه كبيره من النشا، اربط بيها القوام، رشه فانيليا او مستكه مطحونه، وبس يبقى جاهز عندي احلى رز لما بصبه وهو سخن. سيبه يبرد ودخله بعد كده التلاجة. بس كده نقفل دي كمان. اهي مش تكون دي مقلبزه شويه بس حلوه برضه. حاولوا بقى وانتوا بتعملوا ما تجيبوش سوائل، يعني في شويه ميه من الزيتون هنا، فلازم اتاكد انها اتقفلت. بضغط كده وبقفلها كده. اهي اظبط كده الحشو. حسيتي حته فتحت؟ لا اقفليها عشان دي ممكن تطلع منها الجبنه. اروح قلبها كده واظبط الشكل بتاعها. اهي دي يمكن اكبر شويه. هعمل نفس الفكره، هقطع كده بالسكينه اهو، بس بديها شكل مش اكتر من كده. وادي الحليب اهو، تعالى نقلها وبعدين نحط رشه السمسم اهو. شكلها بيبقى حلو جدا، تبقى طريه كانك بالظبط جايبه، وخفيفه كانك جايبه مخبوزات من بره. وبس كده اهي، شفتوا سهله ازاي؟ عايزه اوريكم العجينه بقى، دول هنكملهم طبعا في الفصل، مش هنرمي تنتوفه واحده من العجينه. تعالوا نشوف بقى العجينه اللي انا عماله احكي لكم عليها بعد ما اتعجنت. احنا بقى لنا قد ايه؟ داخلين في ثلث ساعه. بصوا بقى، حته زبده هنا ما اتاخدتش، هعمل كده هلمها بس بايدي، وشايفين ايدي نظيفه اهي، العجينه مش بتلزق. انا بقى بحب اخر خطوه تبقى بايدي، يعني الم العجينه بايدي مش بالعجان. اهي اولا لونها فاتح جدا، ناعمه، يعني بصوا الوش بتاعها املس ازاي عشان اتعجنت مظبوط، خدت حقها في كل خطوه. بسيبها عندي بقى، بغطيها بسترتش واسيبها تخمر في مكان دافي او ضلمه، يعني دافي وضلمه. انا بحب بصراحه اخمرها في الفرن وهو مقفول طبعا. بحطها هنا كده، ادهن شويه زيت وغطيها تعيش حياتها. بسيبها بقى كده. انا كمان بقى بعمل تكه صغننه، بجيب بوله كبيره شويه، سبع صوت شكشكه الجبنه جوه الفرن، ان شاء الله تطلع يبقى شكلها حلو قوي. بجيب بوله فيها ميه سخنه واحط احطها تحت البوله دي، بتسرع التخمير. ده لو انت مثلا المكان اللي عندك برد، انت في دوله مثلا الجو فيها ثلج، فتقدري تسرعي التخمير بالطريقه بتاعت حمام الميه. واشيلها على جنب اهي، بس كده نغطيها كده خلاص كده تمام. قولوا لي حابين ناخد فاصل ولا كمل واحده؟ انا امان خلاص. هناخد فاصل سريع ونرجع ليكم، لسه معايا وصفتين حلوين جدا وحاجات برده سهله قوي ومش تاخد وقت مننا. تعالوا ناخد فاصل ونرجع ليكم من تاني. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غيرتش عليكم بعد كده. ايه بعمل كام واحده من العجين، خلاص انا مش فاضل عندي غير قطعه واحده، هكمل كده دي واحط السمسم وخلاص، وندخلها مع اخواتها في الفرن. بس كده بصوا شكل العجين. دي ميزه بقى فيها، ميزه كبيره قوي اللي هي ايه، ان لما اجي اديها للولاد حتى لو انا هعملها مثلا للمدرسه، مش هلاقي ان الحشو خرج منها، كانها سندوتشات مقفوله باي حشو متاحه عندك، اي بواقي في الثلاجه خلطيها مع شويه جبنه وخضار بقت عندي زي الفل. هدخل دي برده على الرف اللي تحت.
لو حابين كمان تاخدوا نظره على اللي حاصل هنا ممكن اسيب لكم اهو. انتوا جيتوا من غير ما اقول، هبصوا النفخه بتاعتها خطيره تحفه. نقفل خلاص، يلا بينا. شغل المخبوزات ده جميل، تحس ريحه اصلا الخبز في البيت حتى لو هتعملي كيكه بتبقى حلوه قوي. نشيل كده مكاننا ونشوف هنعمل ايه. الوصفه جايه دي وصفه حلويات لعشاق الشوكولاته، اي حد بيحب الشوكولاته الوصفه دي بالنسبه له هتبقى خطيره. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. اهو معايا الليزي كيك او كيكه الكاستانيه. ليه سموها كده؟ اولا مش بتحتاج فرن، دي نقطه مهمه جدا، مش محتاجه خبز، كلها على البوتاجاز. بتعمل بالبسكوت، يعني انا لو عندي بسكوت اي بواقي بسكوت اقدر استخدمها في الوصفه دي. سهله وشكلها شيك جدا في التقديم، فأي حد بيحبها جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. 400 جرام بسكوت، اي نوع بسكوت موجود عندك. 100 جرام زبده، تلتين كوب كاكاو خام، تلتين اللي هو تلت وتلت، تمام؟ عشان ايه بتتلخبطوا. كوبايه حليب مكثف بيتي، اعملوه على ايديكم في البيت، هقول لكم مقاديره واحنا شغالين. معلقه صغيره من الفانيليا، معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، اي حاجه فيها شوكولاته حطوا شويه قهوه هتبقى حلوه جدا معاها. عندي للتزيين بقى بندق، اي مكسرات موجوده عندك، صوص كراميل وشويه كريمه، ممكن زين بكريمه ممكن لا، يعني على حسب اللي انت حباه. طيب تعالوا نشوف هنبتدي ازاي. طيب انا هجيب، بصوا معايا كوبايه من الحليب المكثف، والزبده اهو. طبعا انتوا ما تسخنوش دي، انا كنت بسخن النار لكن انتوا حطوها بقى على البارد. وادي القهوه سريعه الذوبان وتلتين كوب كاكاو. طب الكاكاو بقى يفضل تستخدموا كاكاو اسباني، بيدي طعم حلو جدا، لان المكون اللي ظاهر عندي في الوصفه دي هو الكاكاو، فما ينفعش استخدم نوع كاكاو يكون طعمه مش حلو. شويه فانيليا كده، نشيل دول. الدنيا دايما جنبي تبقى رايقه كده، تحسيش ان في بوله هنا وبوله هنا، بتحس الواحد واقف مش مرتاح. رشه ملح تعزز طعم الشوكولاته معايا، واقلب الكلام ده كله كويس قوي. شوفوا هي الكازرولة الصغننه دي كانت سخنه، فالحاجه ساحت على طول. انا في العادي بروح رفعها على النار واديها تقليب لحد ما تسيح خالص، هي مش محتاجه نار كده اهو. يبقى انا عملت الصوص اللي هغلف بيه البسكوت اهو. تعالوا نرفعه على نار هاديه جدا جدا، يا دوبك شمعه على ما نكسر البسكوت. نهدي بقى النار خالص اهي، بس اسيبها بس دقيقه مش اكتر من كده. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في البسكوت. لا ما تصوصوش بقى، خليك لطيف. ادي البسكوت بتاعي مكسره كده بايدي، مش عايزه الحجم بتاعه يبقى كبير قوي ولا صغير قوي اهو. اي باي بس لو عندكم حتى باقي بسكوت من بتاع العيد حطوه، مش هيبان خالص في الاخر. ممكن تحطي بسكوت شوكولاته، كنت عملتها مره ميكس بسكوت فانيليا وشوكولاته وبسكوت زبده القرفه اللي انتوا عارفينه ده، كانت حلوه قوي بس كان سكرها عالي، عشان بسكوت زبده القرفه ده سكرها عالي قوي، فبقوا راعوا بقى نسبه السكر لو البسكوت بتاعكم اصلا مسكر. بس كده نكسر كل البسكوت مع بعض، مش عايز اضربه في الكبه، لان لو ضربته في الكبه هينعم قوي، هتحسي في الاخر انها معجنه، فلازم البسكوت ابقى حاسه بيه وانا باكل اهو. هو هي دي شغاله ودي شغاله، ادي اهو خلاص. العين كلها شغاله النهارده، كل ما احطها على واحده الاقيها بتغلي اهو. بس كده يبقى انا كسرت البسكوت بقى بالشكل الحلو اللي قدامي. بس كده، وادي المخبوزات بتاعتي، هي بتلون. التسويه بتاعتها بالظبط بالظبط 18 دقيقه 20 دقيقه. معلومه لاي مخبوزات انت بتعمليها، مجرد ما تنفخ يعني ما تبتدي ترفع معايا كده لفوق اعرفي ان القلب بتاعها استوى، يبقى انا بس مستنيه انها تاخد لون من تحت وتاخد لون من فوق، لكن مجرد ما نفخت يبقى قلبها استوى على طول. تعالوا بقى نجيب ايه الحلوه دي، هروح نازله بالخلطه بتاعت الشوكولاته. بصوا الناس اللي بتحب الشوكولاته
دي هتبقى بالنسبة لهم الحب كله. اهي شايفين شكلها خطير. وقلب بقى كويس جدا لحد ما ايه الخليط عندي سخن مش بارد، فافضل اقلب فيها لحد ما كل الشوكولاتة تغلف البسكوت واحدة واحدة. اهو شايفين بيبتدي البسكوت ايه يندمج مع الشوكولاتة. واحدة واحدة هتلاقوا المقادير دي مظبوطة بالملي، ما تزودوش اي حاجة. اهو ببتدي كسرة، بصوا ازاي اللون بيبتدي يظبط. ريحة البسكوت مع الزبدة مع نوع الكاكاو الحلو هيديني في الاخر طعم روعة. اهو شايفين طبعا عندي حتة بسكوت مثلا كبيرة قوي حاساها باينة، عادي هكسرها كده وانا شغالة معاكم. عايزة بقى ساعتها تشتغلي، طبعا احنا ادينا في المطبخ محدش بيلبس جوانتي في المطبخ، انت تشتغلي بايدك بقى كده تكسريهم ماشي برضو براحتك. اهو بدمج بس كويس قوي عشان ده اللي هيخلي بعد كده القالب طالع شكله مظبوط. لو انت عايزة اعملها بجوانتي بصراحة يعني هلبس جوانتي وامكسها براحتي عشان اطمن ان كل البسكوت اتغلف. عايزة بقى اعملها في فورمة رنج مثلا مدوره 22 مقاسه او 20، عايزه اعملها في صينيه تشيز كيك، انا بحب اعملها في قالب الانجليش كيك بتبقى شكلها حلو قوي. بصوا انا مسكت حبه بايدي، بصوا شايفين اتشكلت ازاي اهي من ايه زبده مع الحليب المكثف مع الكاكاو، هتمسك عندي الخلطه كويس قوي كده هلاقي ان كل البسكوت اتغلف. يلا بينا. طيب انا هكمل يعني هعجنها كده حاجه بسيطه ومش هحطها في القالب غير لما ترجعوا لي، هناخد فاصل سريع ونرجع لكم من تاني، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل. انا اسفه ان انا حطيتها في القالب عشان الوقت، يعني الوقت ضيق جدا، فانا حطيتها في القالب وضغطتها كويس قوي. وتركه مهمه لما اجي اكبسها في القالب احط المعلقه على ظهرها زيت وامشي كده عشان يبقى الوش بتاعها مظبوط وسوا واحد. دي بقى بتدخل التلاجة 3-4 ساعات تخرج عندي قالب زي الفل، هوريها لكم دلوقتي على طول. نقفل بس دي كده وبضغط كويس قوي، نضغط كده اهي بالشكل اللطيف ده، تدخل التلاجة 3 اهو شايفين شكلها بقت مظبوطه ازاي، 3-4 ساعات تبقى زي الفل. طب تخرج عندي شكلها ايه اهي، ده بقى له 4 ساعات في الثلاجه فتماسك جدا وبقى مظبوط ويتقطع عادي بكل سهوله. بصوا شايفين بلاستيك او ستريتش او اي حاجه اقدر اغلف بيها وبروح عامله كده. استنى كده ايوه انا احب ايه حاجه تبقى متسبسبه كده اهي، شايفين شكلها روعه، شكلها حلو جدا جدا. بتتزين بايه بقى اهو شويه صوص كراميل اهو شايفين بقى الشكل. عايزين بقى تحطوا شوكولاته قابله للدهن اي حاجه انتوا حابينها، والله هي ما محتاجه تزيين، هي لوحدها شكلها حلو. خط بسيط من البندق في النص كده يظبط عندي اللون الخاص ده طالع معاكم اهو بس كده. شوفوا بقى السهوله روعه، والله لو معايا وقت هقطع معاكم حته يعني ان شاء الله، لان عندي اخر وصفه هتعمل على طول والمعجنات كمان دي خلاص كده ممكن اطلعها معاكي. بصي شكلها روعه، هاتيها كده زياره لحد هتبقى لطيفه جدا. جينا للخلاط، مفيش بينا عمار، انا والخلاط مفيش بينا عمار تمام. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل فرابتشينو الموز، سهل قوي وسريع ما بياخدش وقت. هنقول المقادير بسرعه، 3 كوبايات حليب ساقع جدا، يعني بحط الحليب عندي في ازازه وبدخلها الفريزر في باب الفريزر كده تبقى مظبوطه وزي الفل. انا المكون اللي اقوله هشيله عشان الوقت. 3 كوبايات من الحليب، عندي كوباية قهوة اهي، يعني قهوة سريعة الذوبان وفكتها بكوباية مية، معايا صوص كراميل اهو، ده بقى بره بيتباع الكوباية الواحدة برقم، احنا هنعمل بقى 4 كوبايات بمفيش، شوية قرفة، تلج عشان يظبط عندي السقوعية بتاعت الموضوع، واتنين موزه، موزه دي عندي كبيره فهستخدم هي 2 موزه كافيه جدا مستويه كده وحلو. ناخد كده ادي موزه وادي الموزه الثانيه،
بتشوف السهوله. طبعا لو مش عايزه احط القرفه ممكن احط كاكاو بدلها، ممكن ما احطش خالص، اكتفي بالموز، ممكن اشيل الموز واكتفي بالكراميل، هيبقى الموضوع عندي لطيف جدا جدا. يلا بينا نضرب بقى. بسم الله. اللي احنا عملناه وبس خلاص اهو هتطلع اهي يا مسهل اهي. الحمد لله تم بحمد الله اهو. تعالوا بقى نشيل دي الطبق الخاص. ممكن اقطع معاكم بقى حته واحنا بنختم. شوف طبعا اللي احنا عملناها مع بعض طلع شكلها خطير بتاع سخنه. شكلها خطير جدا. نصب بقى الفرابتشينو الموز. بصوا القوام بتاعه هايل اهو كده، ريحته تحفه، ريحه الموز مع القرفه خطيره. اخر واحده كده شوفوا بقى شكله ازاي حلو وريحته حلوه جدا. ممكن نحط شوفان كمان لو انتوا حابين يعني تعلوا القيمه الغذائيه، ممكن نحط شوفان بكل صوره. شويه كريمه اهو. دلع اهو، غلى كانكم جايبينه من احلى احلى كافيه. ده كريم شانتيه عادي خالص مضروب بلبن متلج ويبقى جاهز عندي بالشكل الحلو ده. خد قرفه كده ماني عامله حاجه بالقرفه بقى، فايه نحط رشه قرفه اهو تحفه، هيعجبكم جدا جدا لو جربتوا. وبس خلاص شفتوا بقى الموضوع سهل قوي وبسيط. ان شاء الله تجربوا كل الوصفات اللي عملناها مع بعض النهارده وتبعتوا لي على صفحه سي بي سي سفره او صفحتي. اشوفكم بكره في حلقه جديده على خير، وهقطع معاكم حته من الليزي كيك واحنا بنختم. باي باي.